تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، نظمت جمعيات المجتمع المدني المنحدرة من الأقاليم الجنوبية يوم الجمعة بالرباط ندوة فكرية تمحورت حول موضوع الصحراء المغربية بين نجاح المسيرة الخضراء ومبادرة الحكم الذاتي. الهدف ديالنا من هذه الندوة هو جمع الخطاب صاحب الجلالة، لأنه كيحمل المجتمع المدني تيحملوا المسؤولية في تحرير الوطن وتحرير الصحراء، فإحنا جزء لا يتجزأ من المغاربة، نحن صحراويين منحدرين من الصحراء وعايشين في الداخل في الجنوب في الشمال، إحنا وراء صاحب الجلالة، وإحنا هدفنا هو توحيد الأمة. هذه وقفة من الوقفات التي تؤكد اهتمام المجتمع المدني وتكاتف جهوده من أجل إنجاح الحكم الذاتي، مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وهو كذلك موقف يؤكد التفاف الكل حول وحدة الوحدة الوطنية للمغرب من طنجة إلى الجويرة. وسلط المشاركون خلال هذا اللقاء الضوء على الأدوار التي يمكن أن يطلع بها المجتمع المدني في تفعيل مبادرة الحكم الذاتي التي أعلن عنها المغرب سنة 2007 والهادفة إلى منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.